رسول سيدنا، بل يقول اللهم صل على محمد. وهم لا يعرفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الصلوات يعني بدون سيد، لا يعرف يعني، فقط ورد إليهم أن كل من لا يقول سيدنا عليه الصلاة والسلام في التشهد في الصلاة الإبراهيمية، أيوة، هذا هو الوهابي. ولهذا يكرهون الوهابية. الله المستعان. الثاني في الخطبة، في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، نعم، عندما نسمع يقولون، عندما نسمع إن الحمد لله، إذا يفتح الخطبة، إذا يفتتح الخطبة، هذا هو الوهابي، هذا هو الوهابي. الله المستعان. وهو لا يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا. نعم. هذه خطبة الحاجة. نعم، خطبة الحاجة. إذن لابد تعلم الناس هذا. سبحان الله، هذا معناه أن الذي يعني يتبع السنة يقال عنه وهابي، والذي يعلم الناس المعتقد الصحيح يقال عنه وهابي. الله المستعان.